متابعي قناة حلب اليوم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم حزورة رمضان. حلقتنا اليوم من مدينة مارع، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية مطعم سيروب وشركة زين للاتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك طاعتك. وطاعتك يا انسة. كيف الوضع؟ كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله، الحمد لله رمضان كويس الحمد لله. إن شاء الله كل سنة وأنت سالمة يا انسة. الله يسلمك يا رب. شايفتك بالسوق، شو عم تسوق؟ والله عم بسوق للبيت وعندي بشتري أغراض خضروات وأكل للبيت. شو نويت الطبخة اليوم؟ والله شوربة خضار. صحة وهنا. جاهز نسألك سؤال؟ مشكلة يا انسة، خذي راحتك. كيف معلوماتك؟ والله وسط، نقول يا رب. هو سؤالنا بده تركيز. نعم. جاهز؟ ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك؟ أسمعه وأراه وتراه ولا يسمعك ولا يراك. الميت. أسمعه وأراه المطر. هلا ما بعرف إذا هاي الأجوبة صحيحة، بس أنا الإجابة عندي لا مو الغيث، يعني المطر أو أسمعه وأراه. هو ما بسمعك. قربت. الهاتف، الجهاز، جهاز يعني جهاز الصوت هو أقرب شيء. الهاتف هو يعني بيجي بتسمعوه بقى. أشمل شوي، أشمل شوي. نعم، صوت سيارة البراد. كنا نعتمده قبل التليفونات الموبايلات، قبل اللاسلكي. نجمع هيك لقيتنا بغرفة واحدة. ميكروفون. لا. تابع مسلسلاتنا. نعم. طبل. أعطي خيارات. التلفاز. العفريت. التلفاز. التلفاز. متأكد؟ التلفاز صحيح. بتربح معنا جائزة مقدمة من شركة زين للاتصالات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك طاعتك. الله يبارك بعمرك يا أمتي. يعني كيف عمو، كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين، والله الحمد لله. لا كل حال إن شاء الله ما عم تتعب. لا والله يعني في تعب، يعني في شيء بسيط يعني بتعرف إيه هذا هو التعب. الله يكمل علينا بالخير يا رب، ويشدك بالعافية وتكمل رمضان. الله يسلمك يا بنتي. الله يسلمك. شو هون عم تبيع ولا عم تشتري؟ والله أنا هيك بس هون عامل، يعني بساعدهم هيك. عامل. أنت ما عم بسمع عمو؟ عامل بشتغل، عامل أنا. الله يقويك يا رب ويرزقك. عمو احنا هون عندنا برنامج اسمه حزورة رمضان، تشارك معنا فيه؟ نعم. عندنا برنامج اسمه حزورة رمضان، تشارك معنا فيه؟ ايش شو هذا؟ شلون الانواع؟ شو يعني؟ يعني بسألك سؤال بتجاوبني عليه. تفضلي. كم عدد ابواب الجنة؟ كم عدد ابواب الجنة؟ 7. اكثر واحد. نعم. اكثر واحد. اكثر واحد؟ والله انا بعرف 7 هيك. يعني 7 وبعد شو بيجي؟ 8. 8 صحيح عمو. بتربح معنا جائزة مقدمة من مطعم سيروب. تفضل عمو. الله يعطيك العافية ويشدك بالعافية يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك طاعتك. الله يبارك عمرك. كيف رمضان ان شاء الله معكم؟ الحمد لله رب العالمين. كيف العشر الأواخر؟ الحمد لله ان شاء الله، الله يعيننا على صيام وقيام ان شاء الله. امين يا رب. كيف العبادات؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اكثر العبادات المحببه لقلبك برمضان؟ والله صلاه التراويح ان شاء الله. تشجع الناس انه تصليها وخاصه الشباب؟ اكيد اكيد ان شاء الله. هو شهر مغفره ان شاء الله. جاهز اسالك سؤال؟ تفضلي. كيف معلوماتك الدينيه؟ الحمد لله. كم عدد ابواب النار؟ اثنين. لا كترن حبه.
نود عليهم سبعة صحيح وبتربح معنا غلط. جائزة ايه. مقدمة من شركة زل للاتصالات. يعطيك العافية. عليكم السلام. اهلا وسهلا اختي. لين في كيفك عمو؟ الله يسلمك الحمد لله رب العالمين. بارك طاعتك. الله يبارك بعمرك ويطول عمرك والشباب ويخليكم ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. وين حضرتك؟ والله من سكان حلب نحن القديمه ونازحين هلا هون بال الريف المحرر. الله يردكم يا رب لمدينه حلب. شو اتصلكم هون؟ صار لي 7 سنين هون يا عمي والحمد لله رب العالمين. يعني هذا المتوفر واللي عم نحسن نعيش فيه يعني ما لنا غير مجال. لا حسنا نسافر ولا حسنا هون بهال بعين الله بعين الله البشر. الحمد لله رب العالمين كتر خير الله ويفرج علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا عم. الله يسلمك. بدك تحكي لنا عن عادات رمضانية محببة لقلبك. والله عادات رمضانية نحن الحمد لله رب العالمين شعب مؤمن بالله ومسلم منحب الخير منحب الاجتماع مع بعضنا. أساعد أخوي المحتاج الفقير إذا أنا مستطيع ما أمنع شيء عن اللي بنطلب مني يعني. وهيك الحمد لله رب العالمين ما نأذي بعضنا. أتحمل جاري أتحمل يعني ايام فضيله. يعني انت بتقول انه رمضان مو فقط صيام وهو انه افعال معامله. رمضان معامله ورمضان اخلاق ورمضان عمل خير. يعني هو الشهر الماحي للذنوب. شدك بالعافيه عم. الله يعافي قلبك. جاهز عمو نسالك سؤال؟ ايه تفضلي. لا هو مو سؤال، رح اقول لك جمله ورح تكمل لي اياها. اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لكم. شفيعا لكم. هاي عمو بتربح معنا جائزه مقدمه من شركه من مطعم سيروب. ممنونه. الله يسلمك. الله يديمكم يا عمي وان شاء الله تكونوا المقدمين الخير قدر المستطاع لهالبشر. الله يسلمك يا رب يا عمو مبارك طاعتك. الله يبارك بعمرك يا امي. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك طاعتك. وطاعتك يا عمري. كيفك كيف صحتك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. والله ما عم تتعبوا برمضان. الحمد لله الحمد لله. رمضان كويس علينا وعليكم بيجينا بالخير والسلامة يا الله يسلم قلبك يا رب. من وين حضرتك خالي؟ والله من مارا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا رب. بدك تحكي لنا هيك عن مارا؟ ايش بدي احكي لك؟ كل شيء فيها كويس حلو مثل شكل كويس. الله يسلم قلبك. تسلمي لي يا غالي. شو اليوم حابة تعملي فطور؟ والله ماني حابة اليوم أعمل شيء لأني بالبيت. يعني أكلات من البيت؟ من البيت ما عندي. الله يرزقكم يا رب. خالة جاهزة أسألك سؤال؟ نعم تفضلي. كيف معلوماتك الدينية؟ الدينية؟ معلوماتك الدينية؟ الحمد لله كويسة الحمد لله. طيب ما هي أطول آية في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. هي سورة ولكن آية. صحيح هي موجودة في سورة البقرة. ولكن هي شو اسمها؟ والله انا يعني مو جدي انا امي يا عمري. طيب اغير لك سؤال؟ تمام. ما هي اقصر سوره في القران الكريم؟ ايه الكرسي. الكوثر. طيب رح اعطيك الخيارات. صحيح الكوثر خاله وبتربحي معنا جائزه مقدمه من مطعم سيروب. تفضلي خاله. الله يسلم قلبك يا رب. السلام. بركة طاعتك. طاعتكم بركة إن شاء الله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله تمام. حضرتك قبل مرة التقيت فيك كنت عم تدرس قلت لي رايح على المعهد. نعم. شو بتدرس؟ بكالوريا والله. كيف الهمة؟ لا الحمد لله تمام. حضرتك علمي ولا أدبي؟
لا والله بحضر علمي ان شاء الله عشان السنه الجايه اخذ خلاب قوه. ما شاء الله، معناته الطموح عالي. لا ان شاء الله. شو النيه، شو النيه حاب تدخل؟ جراحه والله. يعني تكون طبيب بعدين تختص جراحه. ايوه نعم. الله يوفقك يا رب. كيف عم تدرس هلا برمضان؟ عم تقدر تدرس؟ الحمد لله عم ندرس، نحاول مع الشغل عم نحاول. كمان بتشتغل ما شاء الله. الحمد لله. الله يوفقك يا رب ويقويك. جاهز اسالك سؤال؟ ان شاء الله. ما السورة التي انتهت باسم وقت من اوقات الصلاة؟ ما هي السورة التي انتهت باسم وقت من اوقات القدر؟ صحيح، سورة القدر. ما شاء الله ساعدتوا وبتربح معنا جائزة مقدمة من شركة زي للاتصالات. يعطيكم العافية. مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم حزورة رمضان، تابعونا بحلقات جديدة وإلى اللقاء.